مربع وزير الصحة للكاتب عدنان العثمان من موقع القبس الإلكتروني. زادت حالات الإصابة خلال الأيام الماضية، وكانت هناك تغريدة لوزير الصحة تقول: لنتعاون لتقليل الإصابة من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية، ليستمر الانفتاح دون حاجة إلى العودة للمربع الأول. والصراحة أنا وعائلتي وأعمالنا ملتزمون بكل التعليمات الصحية وقوانين الداخلية واشتراطات البلدية ولغوة الشؤون، ومع أنني شخصياً ومن أول بدايات الجائحة وتسلم السلطات الصحية زمام الأمور، كنت أقول لابنتي والمقربين: سوف يأتي يوم ويتندم العالم على كل تلك الإجراءات التي تتخذ من قبل الصحة العالمية. فقناعتي بأن الطبيب هو الأجدر بإنقاذ حياة الإنسان من مرضه، وهو الأمل الذي نتعلق به بعد الله سبحانه عند مرضنا. ولكن الطبيب وبشكل عام وليس بحصري ليس الأفضل بإجادة الحساب، وليس الأفضل بالسياسة والإدارة، فالحسبة عنده أن ينقذ المريض، ومرات يتخذ قرارا للمريض بأن يقطع رجليه لإنقاذ بقية جسده. قرارات صعبة تحتاج إلى قلوب، ما بأقول قاسية بل هي مدربة. وبعدها يرجع البيت يتعشى ويحط راسه وينام وما يكون مشكلة. وشنو يصير بعدها مع المريض كمعيشة أو مستقبل مو مشكلته، أهم شيء أنقذ حياته في هذه اللحظة. وبعدها يمكن هذا المريض تلاقيه فقد وظيفته. واللي أحاول أوصله أن تسليم السلطات الطبية الخيط والمخيط من دون ميزان للمؤثرات الاقتصادية في بيئة أصلاً تئن من الضعف الإداري وتفشي الفساد فيما بين معظم أضلاعها قد يكون أمراً خطيراً. فضعنا بتناقضات أفلست الناس وخلقت مشاكل نفسية واجتماعية ما لها أول من آخر، وخصوصاً عند الأطفال. وفوق هذا انشفت خزينة الدولة وصارت تترجى النواب السماح لها بالاقتراض، وطبعا الدولة كملتها وطاحت لها تصريحات مو بوقتها أدت إلى أحداث ربكة وعدم يقين بالمستقبل سواء للمواطنين أو المقيمين. الناس بالحجر وربعنا بعض الوزراء طيحين للتصوير السلفي، ويبوني كأوتون ويبوني حلون التركيبة السكانية. المطارات مسكرة والربع يبادرون لمغادرة الوافدين المخالفين للإقامة، والكل يتذكر شنو اللي صار بمراكز الإيواء وشيلات عايزين نروح. خلقت تزاحم ووضع غير إنساني بين الوافدين، وخلقت الذعر بين المواطنين، وحجركم الجزئي والكلي ومواعيدكم بالجمعيات هي من ساعدت على نشر الوباء بين الناس. ناتج ذلك التزاحم وما تقدرون تنكرون. ودليلا على ذلك روحوا أي جمعية الآن وشوفوا إذا في تزاحم أو تدافع للشراء، وتكرمتوا علينا بقوانين وإجراءات وغرامات فلكية حق اللي ما يلبس كمام، وأجهزة البلدية طيحت لها مخالفات على المحلات. قبل يومين رحت لأحد مراكز الخدمة والشرطية عند الباب بلا كمام، وموظفة الاستقبال بلا كمام، وغرفة الضابط متروسة أوادم بلا تباعد حسب القانون، وفوق هذا مو لابس كمام. الوحيدين اللي لابسين كمامات إحنا المراجعين. وشوفوا قدام عينكم فشل بعض أجهزة الدولة بإنجاز معاملات المواطنين مما خلق فوضى وتزاحما. وما بأتكلم عن المطار والإجراءات غير المنطقية، والأمر من ذلك كيف لنا أن نستوعب ما حدث في الانتخابات الفرعية أو مثل ما يسمونها تشاورية، من تزاحم وضرب عرض الحائط بكل تعليمات الدولة. لا
وبتلحقها الدواوين. أما كان من باب أولى تأجيل الانتخابات لما بعد الجائحة، ولا بس على قولة المثل أبوي ما يقدر إلا على أمي. شخصيا وبصفتي مواطنا أطالب الحكومة بالعدالة في تطبيق القانون على كل من خالف التعليمات الصحية، وأولهم الوزير والنائب من قبلوا الخشوم. وعد ذلك فهي تفرقة بين المواطنين ومخالفة للدستور. ودعوا عنكم مربعكم الأول، ترى ما يفيد، وشوفوا حال الناس. فالتضخم بأسعار المواد الغذائية والكماليات وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وبالطريق راح نشوف ارتفاع أسعار الأيدي العاملة ومواد البناء. فالله يعينك يا مواطن وتسلمون. قدمنا لكم مقالة صوتية بعنوان مربع وزير الصحة للكاتب المهندس عدنان العثمان من موقع القبس الإلكتروني، مع تحيات صوت صدى المعرفة.